عربي، الحرف عربي، القرآن عربي، النبي عربي، والخط عربي. حرف القرآن الكريم لازم يهتم به وبعلومه ويدرس وضمن مراحل مدارس مختصين بها، لازم ولكم يكون عنده شهادة مرموقة وعنده علم. فهذا الخط كتب به النص الجليل العظيم وهو المصحف الشريف، وكذلك كتبت به السنة النبوية المطهرة وجميع الكتب في التفسير وفي الفقه وفي الحديث. هذا الخط الجميل يقول الباحثون عنه إن مكة هي الحاضنة الأولى له، عندما قام الخط العربي بكتابة المصحف الشريف أول مصحف، وكان بالخط المكي الذي تطور فيما بعد ووصل إلى الحواضر الإسلامية كالكوفة والبصرة ودمشق ومصر وعدة دول إسلامية وعربية. وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتبة وحثهم على الكتبة من الصحابة، وخاصة زيد بن ثابت رضي الله عنه، عندما قاموا الصحابة بكتابة أول مصحف في مكة وفي المدينة، والتي شاع فيهما الكتابة وشاعت فيهما الكتابة في عدة أماكن، وتطور هذا الخط حتى وصل إلى بقاع العالم ولله الحمد. ما لا شك فيه أن الخط العربي ليس مجرد أشكال هندسية أو أشكال فنية، بل هو هوية للعرب وثقافة. أيضا يعتبر الخط العربي بصمة يتميز بها العرب عن بقية الشعوب. تطور الخط العربي وظهرت عدة أنواع وأشكال من الخطوط، منها خط الثلث، وامتاز الخط الثلث بصعوبته وتنوع أشكال حروفه. أيضا استخدم الخط الثلث في تزيين الجوامع والقباب والمحاريب، وأيضا عناوين الكتب وبدايات المصاحف. الخطوط العربية الأساسية هي خط الثلث وخط النسخ وخط الكوفي، ومنها تدرجت بقية الخطوط، كالخط الرقعة أو خط الديواني والخطوط الأخرى. الخط الديواني يمتاز بالمرونة وأنه يكون سهل في التركيب بالأشكال، مثلا الدائري أو الحلزوني أو المربع عن بقية الخطوط. اشتهر الخط العربي بقوته، ومن أهم الخطاطين القدماء حامد الآمدي وحقي وراقم وابن مقلة وغيرهم.
وناس عشاق الكتابة، وكان حبهم للمصحف الشريف في كتابة المصاحف الشريفة، والرسائل الملوك كانوا يستخدمون، حتى الملوك تعلموا الخط والكتابة والوزراء. ليش؟ حتى القضاة، لأن حتى بالكتابة كان ماكو كمبيوتر وكذا، لا بالكتابة. حتى آخر فترة انشالت وزارة العدل، كاتب العدل لازم يكون خطاط حتى ما يتزور كتابته ويعرفوه من كتابته، هذا فلان كاتب العدل. في مكة اهتم الخطاطون بعد فترات طويلة من ذلك التاريخ القديم، اهتم كثيراً من الخطاطين بكتابة الكسوة، كسوة الكعبة المشرفة، وخاصة الخطاط المكي محمد أديب، والخطاط محمد حلمي، وكذلك عبد الرحيم أمين رحمة الله عليهم جميعاً، ساهموا في كتابة الكسوة وكتابة بعض الآيات في الحرم المكي الشريف. ثم بعد ذلك افتتحت مدارس في مكة لتعليم الخط، كان من ضمن هذه الجهود جهود الشيخ محمد بن صالح القزاز، فقد افتتحت مدرسة قبل فترة من الزمن واستمرت فترات طويلة وخرجت كثير من الأبناء في جمال خطهم وروعتهم، وكذلك الأستاذ الراحل محمد الصبان. كذلك في المدينة اهتم بالخط اهتماما كثير، ففي المدينة المنورة خرج مجموعة من الخطاطين الرائعين، كان من هؤلاء الأستاذ الراحل عبد الله ابن أحمد رضا الذي كتب كتابات جليلة في المسجد النبوي الشريف، وعلم كثير من الخطاطين ومن الكتبة في المدينة، وخاصة في الرياض لما افتتح في عام تقريبا 1391 هجري تقريبا أو 92 من الهجرة، 1392 وضع معهد اسمه معهد تحسين الخطوط العربية. المدارس طبعا متعددة هي التي نشأ فيها الخط العربي، كما قلنا المدرسة البغدادية والمدرسة الشامية الدمشقية تقريبا، وكذلك المدرسة المصرية. المدرسة المصرية تحوي مجموعة من الإبداعات والكتابات الجديدة وبعض الخطوط الجديدة. ولكي يعيش الخط العربي سنوات طويلة لابد من استخدام مواد معينة كورق الطبيعي والمقهر ومصنع بالمواد الطبيعية، أيضا الأحبار العربية المصنعة بمواد طبيعية تحافظ على بقاء هذه اللوحات فترات طويلة جدا. الخط العربي باقي ببقاء اللغة العربية والقرآن الكريم، يعني هذا شيء مهمين وهو باقي ببقائها. الخط العربي مرتبط بهويتنا العربية والإسلامية، فلا بد من تعزيز مكانة الخط العربي لدى النشأ، وذلك عن طريق إدراج مادة الخط العربي كمادة أساسية في مناهج الدراسية. ويكفي إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون.